السلام عليكم مشاهدينا الكرام، طابت اوقاتكم بكل خير. نشرة الظهيرة من الأولى مباشرة وتتابعون فيها. صاحب السمو الملك الأمير مولاي رشيد يترأس مساء أمس بالرباط حفل عشاء أقامه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الدورة 48 لجائزة الحسن الثاني للغولف والدورة 27 لكأس صاحبة السمو الملك الأميرة للا مريم. أمام محكمة العدل الدولية، المغرب يؤكد التزام جلالة الملك رئيس لجنة القدس لصالح القضية الفلسطينية في قضية طلب رأي استشاري بشأن التبعات القانونية المترتبة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. المؤتمر الثامن للطب العام برباط فعالية تبحث دور الأطباء العامين وأطباء الأسرة في مسار العلاج وتنطلق من دور الطبيب العام باعتباره النواة الأساسية لتوفير الخدمات الطبية. وضمن النشرة نسلط الضوء على هذه الفعالية التي تجمع أزيد من 850 طبيبا عاما من مختلف أنحاء المملكة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد مساء أمس بالرباط حفل عشاء أقامه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الدورة 48 لجائزة الحسن الثاني للغولف والدورة 27 لكأس صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم. المنظمتين تحت الرعاية السامية لجلالة الملك من 19 إلى 24 فبراير الجاري. التفاصيل مع محمد أمين نوري، العرب النهيري وعبد العلي عياد. لدى وصول صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد إلى مكان الحفل، استعرض تشكيلة من القوات المساعدة أدت له التحية الرسمية، حيث تقدم للسلام على سموه كل من شكيب بن موسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وفوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فيصل العريشي رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، محمد اليعقوبي والي جهة الرباط سلا القنيطرة، رشيد العبدي رئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، عبد العزيز الدريوش رئيس مجلس عمالة الرباط، وشخصيات سامية أخرى. إثر ذلك توجه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد إلى القاعة الشرفية، حيث تقدم للسلام على سموه عدد من المدعوين المغاربة والأجانب والشركاء. هو موعد رياضي كبير يعطي للعاصمة الرباط إشعاع رياضي وسياحي واقتصادي مهم، بما أنه جعل من عاصمة الأنوار هذا الأسبوع عاصمة للغولف العالمي من خلال النسخة 48 لجائزة الحسن الثاني للغولف والدورة 27 لكأس للا مريم للغولف المقامتان بنفس الفترة بمسالك الغولف الملكي دار السلام بالرباط إلى غاية 24 من شهر فبراير الجاري. بعد ذلك التحق صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بقاعة الحفل، حيث ترأس سموه حفل العشاء الذي أقامه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على شرف المدعوين. هذه السنة تواصل جائزة الحسن الثاني للغولف توهجها تحت ألوان دوري الأبطال لرابطة لاعبي الغولف المحترفين، الذي يضم لاعبين كبار يحظون بشهرة عالمية في مجال الغولف، فيما تستمر منافسات كأس لالا مريم للغولف على نفس نهجها المتألق غير منفصلة عن جائزة الحسن الثاني، مقدمة طبقا فرجويا كبيرا يليق بمحطة بارزة ضمن أجندة الدوري الأوروبي للسيدات. هي تظاهرة متفردة عبر العالم في رياضة الغولف، كونها تجمع بين مسابقتين عالميتين في نفس التوقيت وعلى نفس مسالك الغولف الملكي دار السلام بالرباط. جائزتان تعززان قيم المساواة والتي أبدعها سنة 1993 صاحب الجلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله تراه مؤسس البطولتين. الله يبارك في مرسيدي.
بلهاي وفي إطار المسطرة الجارية أمام محكمة العدل الدولية في قضية طلب رأي استشاري بشأن التبعات القانونية المترتبة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أكد المغرب التزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لصالح القضية الفلسطينية. تقرير الحسين الحنشاوي. ممثلة بسفير جلالة الملك بلهاي، شاركت المملكة المغربية في جلسات الاستماع التي تعقدها محكمة العدل الدولية إلى غاية 29 من فبراير الجاري. وفي هذا الإطار حضر سفير المغرب مؤازرا للعرض الشفهي الذي قدمته فلسطين في 19 من فبراير الجاري إلى جانب الوفد الفلسطيني برئاسة رياض المليكي وزير الشؤون الخارجية والمغتربين الفلسطينيين. حضور المغرب في المرافعات الشفهية المتعلقة بهذه القضية يندرج في إطار مواصلة الانخراط الفاعل للمملكة في هذا الملف أمام المحكمة الدولية. وهكذا وفي إطار القضية ذاتها قدم المغرب مرافعة مكتوبة إلى المحكمة الدولية التي أخذتها بعين الاعتبار على النحو الواجب. في هذه المرافعة جددت المملكة المغربية التي يتولى جلالة الملك محمد السادس رئاسة لجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي تأكيد عزمها على العمل بكل الوسائل القانونية المتاحة لها من أجل حماية الوضع القانوني والتاريخي والسياسي والروحي للمدينة المقدسة والحفاظ على طابعها المتفرد كمدينة للسلام واللقاء بين أتباع جميع الديانات التوحيدية. كما جددت المملكة التزامها الفاعل من أجل احترام القانون الدولي والنهوض بالسلام في الشرق الأوسط والذي يمر عبر حل عادل وشامل ودائم قائم على مبدأ الدولتين، دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل في سلام وأمن طبقا للشرعية الدولية ولقرارات منظمة الأمم المتحدة وامتدادا لمبادرة السلام العربية. وارتكزت مرافعة المغرب على المبادئ التي كرسها نداء القدس الموقع في 30 من مارس 2019 بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمير المؤمنين وقداسة البابا فرانسيس. وتؤكد هذه الوثيقة الهامة بالخصوص على أهمية المحافظة على مدينة القدس الشريف باعتبارها تراثا مشتركا للإنسانية وبوصفها قبل كل شيء أرضا للقاء ورمزا للتعايش السلمي بالنسبة لأتباع الديانات التوحيدية الثلاث ومركزا لقيم الاحترام المتبادل والحوار. ولهذه الغاية ينبغي صيانة وتعزيز الطابع الخاص للقدس الشريف كمدينة متعددة الأديان إضافة إلى بعدها الروحي وهويتها الفريدة. لذا فإننا نأمل أن تكفل داخل المدينة المقدسة حرية الولوج إلى الأماكن المقدسة لفائدة أتباع الديانات التوحيدية الثلاث مع ضمان حقهم في أداء شعائرهم الخاصة فيها، بما يجعل القدس الشريف تصدح بدعاء جميع المؤمنين إلى الله تعالى خالق كل شيء من أجل مستقبل يعم فيه السلام والأخوة كل أرجاء المعمور. وفضلا عن ذلك ذكر المغرب في مرافعاته بتوافق المجموعة الدولية حول الوضع القانوني للمستوطنات الإسرائيلية فوق أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، مؤكدا أنها تشكل عائقا أمام السلام وتهدد بجعل حل الدولتين مستحيلا. دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة في حدود 1967 تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل في سلام وأمن. وأكدت مرافعة المغرب أن تسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني عن طريق الحوار والتفاوض في احترام للإطار التفاوضي للأمم المتحدة ولا سيما قراري مجلس الأمن رقم 242 و338 تظل حجر الزاوية من أجل سلام واستقرار دائمين بالشرق الأوسط. ويؤطر هذا الهدف عمل المملكة المغربية سواء على الصعيد الثنائي أو متعدد
الأطراف داخل منظمة الأمم المتحدة في إطار أشغال الجمعية العامة ولجانها الستة الرئيسية والمجموعات الإقليمية الممثلة في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي التي يتولى صاحب الجلالة الملك محمد السادس في إطارها رئاسة لجنة القدس. وفي الختام ذكر المغرب في مرافعته بالرسالة التي وجه صاحب الجلالة بمناسبة تخليد اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في نوفمبر 2022، والتي أكد فيها جلالته: وبقدر ما نؤكد أن حالة الانسداد في العملية السياسية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لا تخدم السلام الذي نتطلع أن يسود المنطقة، نشجع الإشارات الإيجابية والمبادرات المحمودة المبذولة لإعادة بناء الثقة بهدف إطلاق مفاوضات جادة كفيلة بتحقيق حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية وعلى أساس حل الدولتين باعتباره خيارا واقعيا. ونسلط الضوء على مضمون مرافعات المغرب أمام محكمة العدل الدولية بلاهاي لصالح القضية الفلسطينية مع السيد محمد العمراني بوخبز الذي ينضم إلينا من طنجة، وهو محلل سياسي وأستاذ جامعي بجامعة عبد الملك السعدي. أهلا بك أستاذ الكريم. إذن ما أبرز المضامين التي ميزت مرافعات المغرب أمام محكمة العدل الدولية في إطار المسطرة الجارية في قضية طلب رأي استشاري بشأن التبعات القانونية المترتبة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية؟ مرحبا. بالنسبة لمرافعة المملكة المغربية، ربما أنها تؤكد على الثوابت التي يلتزم بها المغرب دائما في التعامل مع القضية الفلسطينية. فمنطلق اعتباره أن هذه القضية هي قضية وطنية، فبالتالي أن نلاحظ ذلك انعكس حتى على مضمون مرافعته خاصة الكتابية منها. إذن فربما لاحظنا كيف أن المرافعة المغربية هناك تأكيد على أن الحوار والتفاوض هو المنطلق من أجل حل هذا النزاع. ثم الأمر الآخر وهو أن هذا النزاع ربما فيه الكثير من القرارات الأممية، خاصة القرارين 242-338، فبالتالي أن المغرب هو من الدول دائما التي تطالب بضرورة الالتزام بالشرعية الدولية. ثم الأمر الآخر الذي ربما يجب أن نؤكد عليه وهو أن المغرب يعتبر أن الممارسات الإسرائيلية هي ممارسات تحيد أو تدفع في اتجاه لا حل، بمعنى عندما ذكر المغرب بمسألة المستوطنات والتي تعتبر عائقا كبيرا ربما قد يحول دون حل الدولتين، هذا تأكيد من المغرب على ضرورة وضع حد لمسألة الاستيطان. ثم في نفس السياق أن الآن ربما أن التوجه الذي لاحظناه في الآونة الأخيرة وهو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، فالأمر يتعلق بالجانب القانوني للدولة الفلسطينية. نعم. بمعنى السيد العمراني، وفي هذا الإطار، إذن انطلاقا من كل ما ذكرت، إلى أي حد تكرس هذه المرافعة أمام محكمة العدل الدولية التزام جلالة الملك رئيس لجنة القدس لصالح القضية الفلسطينية؟ هذا فيه ربما أن هذا الأمر لا يحتاج الآن إلى إعادة تأكيد، لأن المغرب من خلال جلالة الملك هناك إحساس بالمسؤولية، فهناك مسؤولية تاريخية، هناك مسؤولية وطنية، هناك مسؤولية قومية، هناك مسؤولية دينية، هناك مسؤولية إنسانية. فالكل يعلم أن للمغرب علاقة تاريخية مع القدس الشريف، وخاصة بوجود باب المغاربة، وهناك تاريخ يربط المغاربة بالقدس حتى من مرحلة صلاح الدين الأيوبي، والكل يعلم ذلك مرورا بجميع المحطات التي مرت منها القدس الشريف، دائما كان المغرب والمغاربة حاضرون. فبالتالي هناك التزام تاريخي من قبل جلالة الملك للمحافظة على هذا الرابط التاريخي. ثم هناك مسؤولية وطنية، لأن عندما نرفع شعار معين فإننا لا نرفعه من أجل المزايدة، عندما نقول القضية الفلسطينية قضية وطنية فهي في نفس مرتبة الوحدة الترابية للمملكة المغربية، فبنفس الحماسة وبنفس القوة التي يدافع بها المغرب عن وحدته الترابية يدافع كذلك عن القدس الشريف وعن الحقوق الفلسطينية. كذلك هي مسؤولية قومية، فالمغرب هو ملتزم بقرارات
جامعة الدول العربية وخاصة الخطة العربية لحل هذا النزاع الذي للأسف تنصلت منه إسرائيل. ثم هناك التزام ديني لأن في إطار المؤتمر الإسلامي والمغرب تحمل مسؤوليته منذ إنشاء لجنة القدس، فنعلم أن المغرب يقدم الشيء الكثير ليس فقط ماديا بل خلال المبادرات التي يقوم بها من أجل المحافظة. نعم. على السيد عمراني، إذن تحدثنا عن هذا الالتزام الكبير للمغرب، أيضا إسهامات فاعلة في الدفاع عن القضية الفلسطينية وجهود ميدانية حثيثة لأكثر من ربع قرن في خدمة القضية وحماية الفلسطينيين، والتزام كما سبق وذكرت راسخ بالعمل على إحقاق السلام والأمن بالشرق الأوسط بقيادة جلالة الملك. إلى أي حد تجسد مواقف المغرب اليوم وجهوده ومساعيه بعد نظر جلالة الملك والتزامه الشخصي لدعم فلسطين والفلسطينيين من جهة، والعمل أيضا من جهة أخرى على تسوية هذا النزاع الذي طال أمده بشكل نهائي؟ فهذا السياق أن المغرب دائما كان مبادرا، كان يبحث عن الحلول، كان يقدم، لأن ما يميز المغرب في علاقته مع القضية الفلسطينية وأنه يزاوج ما بين القول والفعل. عندما تحمل مسؤولية لجنة القدس وباسم القدس لنلاحظ ولنقوم بتتبع ما هي الأعمال التي قامت بها هذه اللجنة وهذا الصندوق وهذا البيت باسم القدس في القدس العربية، لماذا؟ للمحافظة على هوية هذه المدينة المقدسة. وهذا أمر ليس بسيطا لأن نعلم أن بالمقابل إسرائيل حاولت جهد المستطاع تغيير حقيقة هذه المدينة، وبالمقابل هناك جهد من قبل جلالة الملك لترسيخ هذه الهوية الحضارية الروحية لهذه المدينة. ثم في نفس الأمر أن المغرب ومنخرط، فاستقبل المغرب على أراضيه الكثير من القمم العربية والإسلامية، وفي على أرض المغرب كانت هناك قرارات حاسمة فيما يخص القضية الفلسطينية. الآن فهو دائما حاضر في كل المحطات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، فهو لا يغيب، فهو لا يقوم بتسييس هذه القضية أو يعتبرها من باب المزايدات السياسية. فالمغرب كلما كانت هناك مبادرات إيجابية لصالح القضية الفلسطينية فهو يترافع، فهو يقدم مبادرات، بل أكثر من ذلك أن وضعه الخاص هو الذي جعله ربما نعم. وبخصوص هذا الوضع الخاص أريد أن أسألك سيدي الكريم، إذا تحدثنا عن الالتزام عن الدعم المغربي لصالح القضية الفلسطينية، إذن اليوم علاقات المغرب الدولية والإقليمية إلى أي مدى تساهم في الدفع بعملية السلام في الشرق الأوسط؟ من دون شك، لأن المغرب الآن في وضعه الدولي وأصبح ذا مصداقية كبيرة جدا، فهو من الدول التي لها صوتها مسموع، ولماذا؟ لأن هناك حكمة والتزام من قبل المغرب بالشرعية الدولية، فبالتالي عندما ينخرط المغرب في مبادرة معينة فهذه هذا الانخراط فمن دون شك أنه يحظى بقبول وبدعم. لذلك فلاحظنا كيف أن جلالة الملك في كل المبادرات المتعلقة بالقضية الفلسطينية فهو يقوم بالاتصال بالقيادة الفلسطينية، وهذا يعني أن المغرب لا يشتغل من باب الأجندة الخاصة به لاستغلال القضية الفلسطينية كما يفعل البعض. المغرب على العكس من ذلك، فهو ينسق كل المجهودات المتعلقة بالقضية الفلسطينية مع أصحاب الشأن، مع القيادة الفلسطينية. لذلك لاحظنا كيف أن هناك اتصالات دائمة ما بين جلالة الملك ومحمود عباس، وهناك اتصالات ما بين الخارجية المغربية والخارجية الفلسطينية وكذلك باقي المؤسسات الفلسطينية والمؤسسات المغربية. كذلك أن كما قلنا أن الآن ريادة المغرب على المستوى الإفريقي كيف يمكن استثمارها لصالح القضية الفلسطينية، علاقة المغرب مع الدول النافذة على مستوى القرار الدولي كيف يمكن أن يفيد بها القضية الفلسطينية. لذلك كما قلت أن المغرب لا يستغل القضية الفلسطينية من أجل أجندته الخاصة، بل أنه يستغل أو يعتمد على مكانته ووضعه الاعتباري لدى في المنظومة الدولية من أجل الدفاع عن الحقوق المشروعة للفلسطينيين. لذلك فالمغرب لم يتخلى في أي لحظة من اللحظات عن القضية الفلسطينية. لهذا كما قلت في البداية أن المغرب عندما اعتبر القضية الفلسطينية قضية وطنية فهو نفس المجهود الدبلوماسي ونفس المبادرات التي
يقوم بها، لأن هناك ذكاء حقيقة بالنسبة للدبلوماسية المغربية، يجب أن نفتخر بذلك. فهو نفس الشيء أنه يوفر هذا المجهود لصالح القضية الفلسطينية. أشكرك السيد محمد العمراني بوخبزة، محلل سياسي وأستاذ جامعي بجامعة عبد الملك السعدي، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإضاءات، كنت معنا من طنجة. إلى الأراضي الفلسطينية الآن، حيث تقترب حصيلة ضحايا العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة من 30 ألف شهيد وقرابة 70 ألف جريح في ظل تواصل القصف الإسرائيلي لمناطق مختلفة بالقطاع، فيما لازالت مفاوضات الهدنة تراوح مكانها. هذا وتتعالى الأصوات الدولية المنددة بالوضع الإنساني الكارثي الذي يعيشه أزيد من 1.5 مليون نازح فلسطيني. عبد الحي ناصر. في وقت تقدم فيه أكثر من 50 دولة مرافعات بمحكمة العدل الدولية بشأن الحرب الإسرائيلية في غزة، تواصل آلة الحرب الإسرائيلية في حصد أرواح الفلسطينيين في القطاع. الضربات الإسرائيلية أسفرت خلال الليل عن مقتل أكثر من 100 فلسطيني بحسب وزارة الصحة بغزة، والتي أكدت بأن حصيلة القتلى في القطاع ارتفعت إلى 29,606 منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الماضي. 20 أسبوعاً من الحرب الطاحنة، والضحايا في المقام الأول هم المدنيون الفلسطينيون الذين يعيشون اليوم أوضاعاً كارثية. فش ولا مكان آمن في غزة، ادعوا أنها منطقة آمنة، تفرجوا وارجوا العالم أنها منطقة آمنة. من وين آمنة؟ نزل برميل على ناس عزل نايمة، ناس برقين، أطفال تقطعت الليلة. يوما بعد يوم تزداد المخاوف بشأن مصير المدنيين في القطاع، والأمم المتحدة لم تتوقف من التحذير من تزايد خطر المجاعة، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا تذوق ناقوس الخطر من جديد، وتؤكد بدورها بأن سكان غزة في خطر شديد بينما العالم يتفرج بحسب تعبيرها. إسرائيل ماضية في حربها إلى حين تحقيق أهدافها الرئيسية بحسب قادتها، أما خطة ما بعد الحرب التي طرحها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فقد تعرضت لانتقادات كبيرة حتى من الولايات المتحدة الأمريكية. الخطة التي تنص على أنه حتى بعد الحرب سيكون للجيش الإسرائيلي مطلق الحرية للدخول إلى أي جزء من غزة. بالمركز الثقافي بتمسنا تم تنظيم المنتدى الثقافي الأول تحت شعار التماسك الأسري، الأبعاد والدلالات. الملتقى حضره مجموعة من الباحثين والأخصائيين والمهتمين بالشأن العام من أجل تعميق النقاش حول مواضيع تهم الأبعاد التشريعية والنفسية للتماسك الأسري. المزيد من التفاصيل مع وصل إمغري، حسن سيلا وعادل معروفي. يحظى موضوع التماسك الأسري بأهمية كبيرة داخل المجتمع بهدف تعزيز التضامن الاجتماعي وحماية الأسرة والنهوض بأوضاعها، وذلك في إطار العمل على تعزيز مرتكزات الدولة الاجتماعية. من هنا جاء تنظيم هذا اللقاء التواصلي. اشتغلنا كما قلت على سياسة أسرية، وفعلنا برامج منها جسر الأسرة، منها خدمات الوالدية الإيجابية، منها الخدمات ديال الوساطة الأسرية. وفي 2023 قامت الوزارة بتمويل ما يزيد على 120 مشروع في جميع أقاليم المملكة، للهدف ديالهم هي مواكبة الأسرة. اللقاء حضره أخصائيون وأكاديميون التأموا من أجل تسليط الضوء على إشكال التماسك الأسري، لجعل تماسك الأسرة رافعة أساسية للدولة الاجتماعية والتسريع في مسار التنمية ببلادنا. ارتأت جمعية أثير الجمال للتنمية في أول منتدى لها أن تعمل على التماسك الأسري بأبعاده ودلالاته، إيمانا منها بأهمية النواة الأسرية في التنشئة الاجتماعية. شاركنا في هذا الملتقى تلة من الأساتذة والخبراء والمختصين في أفق الخروج بتوصيات ناجعة. وبالموازاة مع هذا اللقاء التواصلي، تم تنظيم معرض للمنتوجات المحلية والزي المغربي، تحف فنية من إبداع أنابل نساء المنطقة. المؤتمر الوطني الثامن للطب العام بالرباط، فعالية تسلط الضوء على دور الأطباء العامين وأطباء الأسرة في مسار العلاج. المؤتمر ينطلق من دور الطبيب العام باعتباره النواة الأساسية لتوفير الرعاية والخدمات الطبية، ويؤكد على أهمية النهوض بهذه المهنة لتكون قادرة على مواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي وتساير التطورات الجديدة في مجال الأبحاث العلمية. وشكل المؤتمر أرضية للتفكير حول النهوض بهذه المهنة، تجمع أزيد من 850 طبيبا عاما من مختلف جهات المملكة. وصل إمغري والمهدي الشطيبي.
ما يقارب 850 طبيبا وطبيبة من جميع أنحاء المملكة شاركوا في أيام هذا الملتقى العلمي، التأموا من أجل تبادل التجارب والخبرات فيما بينهم حول آخر المستجدات العلمية التي تخدم الطب العام. شعار المؤتمر سلط الضوء على الدور الهام والمحوري الذي يلعبه الطبيب العام أو طبيب الأسرة في التشخيص والعلاج والتقليل من النفقات بالنسبة للمرضى وأسرهم. الشعار ديال المؤتمر هو الطبيب العام التزام علمي واجتماعي، جاء من بعد الدور الكبير اللي لعبوا الطبيب العام في كل هاد يعني هاد بغينا نقولوا الكوارث اللي مر بها بلادنا من الكوفيد ثم الزلزال، واللي لعب فيها الطبيب العام واحد الدور كبير. وضمن برنامج هذا المؤتمر الثامن ندوات أكاديمية وورشة تطبيقية عرفت مشاركة أطباء من جميع الاختصاصات وباحثين أجانب. ونسلط مزيدا من الضوء حول فعاليات هذا المؤتمر مع سيد عز الدين قميرة رئيس فيدرالية الأطباء العامين لجهة رباط سلا القنيطرة الذي يحضر هنا معي في الاستوديو. أهلا بك أستاذي الكريم. شكرا على الاستضافة. مرحبا بك. إذن المؤتمر ينطلق من أدوار الطبيب العام كنواة أساسية لتوفير الرعاية والخدمات الطبية من منطلق ما ناقشتموه اليوم خلال هذا المؤتمر، كيف يمكن توسيع أفق هذه المهنة وجعلها مواكبة للتطورات الحاصلة في هذا المجال؟ إذا سمحتوا بغيت نعرف شوية بالفيدرالية. الفيدرالية ديال جهة الرباط سلا القنيطرة هي فيدرالية اللي كتنظم هذا العام المؤتمر الثامن ديالها في النسخة الثامنة ديالو، واللي هذا العام تحت شعار الطب العام الطبيب العام التزام اجتماعي والتزام علمي. وكما جاء في السؤال ديالكم استاذه، يعني التكوين المستمر وتكوين وهذه المؤتمرات والدورات التكوينيه هي السبيل الوحيد لتطوير المهنه والنهوض بها. اكيد لان احنا غاديين في اطار المسار العلاج المقنن، وكنطالبوا ديما بان الطبيب العام يكون هو المدخل الرئيسي للمنظومه الصحيه. واكيد هذا الشيء غادي نرجعوا له من بعد، لان المدخل الرئيسي اللي هو الطبيب العام ما يمكن له الا يسدي خدمات جليله للمواطن المغربي في اطار انه غادي يمكننا نتحكموا في النفقات المصاريف العلاجيه. نعم. وفي نفس وغادي نخفضوا شويه من الضغط اللي كاين على الصناديق الضمان الاجتماعي. نعم. وهذا يحيلني على سؤالي الثاني، وهو يعني الترابط بين المنظومة الصحية والمنظومة منظومة الحماية الاجتماعية. هذا الترابط الوثيق اليوم كيف يمكن أن يساهم في تعزيز دور الطب العام أو الطبيب العام؟ الترابط هو الورش الملكي السامي اللي هو نادى به صاحب الجلالة نصره الله، يعني بإعادة هيكلة المنظومة الصحية، وغيكون المدخل تنوليو تاني وتنديروا النواة الرئيسية، والمدخل الرئيسي خصو يكون هو طبيب الأسرة. نعم. طبيب القرب، طبيب الذي يعرف الحالة الصحية لجميع أفراد العائلات المحيطة به، وربما يعرف حتى الحالة الاجتماعية. تماما. نعم. تماما. اما الترابط فمني كنوضعوا النواه ديال الطبيب العام تندير هو المدخل الرئيسي، فاحنا كنديروا الوقايه ديال المرضى وديال المواطنين ديالنا، اسداء النصائح اللازمه، وثالثا العلاج ديال الحالات المرضيه في بدايتها قبل ان تمر الى حالات اصعب. نعم. نعم سي قميرة، اذا للنهوض بدور الطبيب لكي يقوم بكل هذه الأدوار التي ذكرت، ما السبيل إلى ذلك؟ السبيل هو نقاش مجتمعي عام حول دور طبيب الأسرة، باش نوعيو المواطن المغربي بالدور ديال الطبيب العام، وثانيا هو التكوين المستمر. نعم. وتقنين التكوين المستمر، لأن لحد الآن الجهات الوصية ما تتساهمش في التكوين المستمر، تجديد المعارف ورشات تكوينية، هادشي هذا هو الأهمية نتاعت المؤتمرات وديال الدورات التكوينية. والطبيب العام هو ديما
مستعد للنهوض بالصحة المواطن المغربي، لأن احنا كنخدموا كل شيء لصالح المواطن المغربي. نعم، أشكرك جزيل الشكر سيد عز الدين قميرة، رئيس فيدرالية الأطباء العامين لجهة الرباط. شكرا على كل هذه. شكرا لكم على الاستضافة. إلى مدينة تطوان، حيث تم إطلاق الجامعة الثقافية تطوان الصويرة في إطار فعاليات الملتقى الثالث للحضارات المتوسطية الأندلسية الحامل لشعار تطوان الصويرة تاريخ وثقافة وذاكرة مشتركة في صلب الحداثة الاجتماعية بالمغرب. وستولي الجامعة أهمية خاصة للقضايا الرئيسية التي لها تأثير وطيد على منطقة البحر الأبيض المتوسط، كما تهدف إلى دراسة وبحث القضايا ذات الصلة بالحوار بين الثقافات والأديان وتعزيزها من خلال منظور القيم العالمية، إلى جانب تحليل التحولات الاجتماعية والثقافية والتاريخية، وتسلط الضوء على صلاتها وعلاقاتها بالأعراف الثقافية والمجتمعية. فنشاك العلوي، عبد العلي قنوني، وعادل معروفي. الإعلان عن الجامعة الثقافية تطوان الصويرة وتوأم ما بين جامعتي تطوان والصويرة نقاط ميزت برنامج فعاليات الملتقى الثالث للحضارات المتوسطية الأندلسية الذي احتضنته عمالة تطوان بتنظيم من جامعة تطوان، جامعة عبد الملك السعدي، ومؤسسة مغربيت، بشراكة مع جمعية الصويرة موغادور ومركز الدراسات والأبحاث في القانون العبري بالمغرب ببيت الذاكرة بالصويرة، لأجل مستقبل يبنى على تبادل ثقافي مثمر ما بين المدينتين وينفتح على العالم لإبراز الغنى التراثي والحضاري لبلادنا. C'est un projet de la nouvelle génération entre deux villes, mais pour un une ambition qui est nationale. هذا المشروع الثقافي من الجيل الجديد بين مدينتي الصويرة وتطوان يجسد طموحا وطنيا متجذرا بشكل عميق في أسس هويتنا والحداثة الاجتماعية للروابط الاجتماعية بالمغرب. وأنا جد سعيد لحضور حفل إطلاق هذا المشروع بمعية كافة الشركاء، وهو مشروع يرمي إلى ضخ مزيد من المحتوى والطموح في التعاون بين المدينتين، وهو مشروع أرسينا أسسه منذ سنة. Encore plus de contenu, d'ambition, de réalité à ce chemin que Tétouan et Sawira ont commencé à parcourir ensemble il y a un peu plus d'un an. مشروع الجامعة الثقافية تطوان الصويرة من المنتظر أن يفعل بشهر مارس المقبل بالصويرة والتوقيع على اتفاقية توأمة تجمع المدينتين، بما يساهم في تعزيز سياسة ثقافية متعددة التخصصات منفتحة على العالم ومتاحة للجميع. هادو جوج ديال المدن كيتميزوا في المملكة بواحد الرصيد ثقافي جد متميز، وبالتالي لابد من وضع واحد الآلية باش يمكن هاد الثقافة المتميزة يمكن لها تدرس الطلبة والطالبات والتلاميذ، وكذلك يدار فيها مواضيع ديال البحث اللي يمكن لها تبين أكثر هاد التراث الغني للمملكة المغربية على مدى آلاف السنين. تطوان الصويرة تاريخ ثقافة وذاكرة مشتركة، تم تسليط الضوء على أبرز مظاهرها من خلال الملتقى الثالث للحضارات المتوسطية الأندلسية، والذي يشهد على شراكة ثقافية متفردة ما بين الصويرة وتطوان في اتجاه المستقبل وبغاية الحفاظ على تراث وتاريخ عريق. ونسلط مزيدا من الضوء حول هذا الموضوع مع السيد عبد الله أوزيتان، رئيس مركز الدراسات والأبحاث في القانون العبري بالمغرب ببيت الذاكرة بالصويرة. أهلا بك سيدي الكريم. إذن الجامعة الثقافية تطوان الصويرة تتوخى فتح نافذة البحث حول مجموعة من القضايا التي لها تأثير على منطقة البحر الأبيض المتوسط، ما أهمية ما تسطره الجامعة اليوم من أهداف حول هذا التوجه؟ شكرا سيدتي على الدعوة. بعد النجاح الكبير كما كتعرفوا اللي حظى به مؤتمر تطوان هذه تقريبا سنة، اللي كان تحت شعار قيم التسامح والتعايش، واللي تحتضن في رحاب جامعة عبد الملك السعدي بشراكة مع المركز دراسات والأبحاث في القانون العبري ببيت الذاكرة بالصويرة وجمعية الصويرة موغادور، وكذلك عمالة تطوان وجماعة تطوان، واللي تم على إطره إنشاء مركز دراسات والأبحاث
في رحاب جامعة عبد الملك السعدي بتطوان، وكذلك إنشاء مؤسسة تمغربيت. ها نحن للمرة الثالثة هنا بتطوان لإعطاء الانطلاقة للجامعة الثقافية المشتركة بين المدينتين، مدينة الصويرة ومدينة تطوان. فهذا المشروع هذا ديال الجماعة الجامعة الثقافية هو ثمرة المجهودات ديال جميع الشركاء، ومجهودات كذلك كما قال مستصر شاحب الجلالة اللي ترأس الجلسة ديال الأمس أنه عمل كبير وعمل جبار اللي استغرق تقريبا سنة من الوقت لإعطاء هاد الانطلاقة ديال الجامعة، اللي كما تفضلت وقلت أنه هاد الجامعة الثقافية ما بين المدينتين اللي بالذكر أنهم كيزخروا بعمق تاريخي كبير جدا وثقافتهم معروفة على المستوى الوطني كذلك وعلى المستوى الدولي. سيتم في شهر مارس المقبل بحول الله إعطاء أو توقيع على الاتفاقية بين كل الشركاء اللي ذكرت هنا بمدينة تطوان في أواخر شهر مارس. نعم، بالنسبة لهذا الملتقى الثالث للحضارات المتوسطية عرف كما ذكرت لو سمحت لي سيدي أيضا تفعيل التوأمة بين المدينتين، ما الذي يمكن أن تقدموا هذه التوأمة اليوم، هذا العمل المشترك في اتجاه خدمة الإشعاع الثقافي والحضاري لهاتين المدينتين المتميزتين برصيدهما التاريخي والثقافي المتميز؟ فعلا سيدتي، المشروع الثاني اللي كان في اللقاء ديال الأمس واللقاء اللي كان تحت شعار الحضارات المتوسطية والأندلسية هو إعطاء انطلاقة لتوأمة ما بين المدينتين، مدينة الصويرة ومدينة تطوان، وكذلك سيتم التوقيع على هذه الاتفاقيتين في شهر مارس. فالثقافة كمكون إنساني والثقافة لفهم قيم التسامح والتعايش، والثقافة كذلك لكتصب في السلام والسلم اللي كيدعي ليه المغرب باستراتيجيات والقيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. فحنا على المستوى ديال الجامعة الثقافية أو كذلك على مستوى التوأمة ما بين المدينتين، كونية الإنسان هذا هو الرمز ديالنا، والثقافة في صلب كل المشاريع اللي كتعلق على المستوى العلوم الإنسانية والاجتماعية، كذلك على المستوى الجيوسياسيات الثقافة، يعني الثقافة في المجال العلاقات الدولية والمحيط استراتيجي اللي كيرسمو المغرب على المستوى الثقافي، وكذلك فلسفة الثقافة لتقريب المواطن من فهم هذه القيم عبر الثقافة المغربية، وكذلك فهم الثقافات الأخرى السيد العالمي عبد الله أوزيتان رئيس نعم فكرتك واضحة السيد عبد الله أوزيتان رئيس مركز الدراسات والأبحاث في القانون العبري بالمغرب ببيت الذاكرة بالصويرة، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات. التوعية بقواعد السلامة الطرقية والتحسيس بأهميتها لدى الأطفال توجه يساعد الفئات الناشئة على اكتساب سلوكيات صحيحة وسليمة كمستعملي طريق، وتتأسس على احترام وتطبيق القواعد الأساسية الخاصة بقانون السير. وفي هذا الاتجاه صب نشاط تربوي نظم بجماعة سلوان بإقليم الناظور، نتابع تفاصيله مع محمد بلاوي ورشيد العتبي. أفراد من كوكبة الدراجة النارية التابعة للدرك الملكي حلوا محل الأساتذة بهذه المؤسسة التعليمية، والهدف تحسيس التلاميذ بأهمية ترسيخ قيم وأسس السلامة الطرقية من خلال حث التلاميذ على ضرورة الالتزام بقوانين السير على اعتبار أنهم أكثر عرضة من غيرهم لحوادث السير والمرور. باش نقطعوا الطريق كراجلين وكمستعملين الدراجة النارية ولا الدراجة الهوائية وأيضا السيارات ووسائل النقل بعامة. استفدنا أن دوك لي بلاك اللي كنشوفوهم ديما في الطريق ملي كندوزو فاش كيفيدوا، ولا يعني ديما خصنا نتشبتوا بهم ونطبقوهم. استفدنا كيفاش نديروا اشارات المرور، كيفاش نحتفظوا عليه، كيفاش يعني نتمشوا على الاشاره، يعني نقطعوا الشارع، وكيفاش نحضيو، وكيفاش يعني عطاونا المعلومات بزاف. انا استفدت بزاف د المعلومات منهم، كيفاش
كيفاش نمروا من الممر جنين، كيفاش ما اهميه لي بلاك اللي علامات المرور، اهميه لي بلاك اللي وراهم لنا مجتمع. هذه المبادرة تتوخى نشر ثقافة السلامة الطرقية في الصفوف الناشئة وتفعيل الدور الحيوي لمختلف المتدخلين في التوعية بمخاطر السير والتحفيز على تبني سلوكيات إيجابية تستجيب لمتطلبات السلامة الطرقية. بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية عملت المؤسسة على برمجة عدة أنشطة تربوية تهدف بالأساس إلى ترسيخ وثقافة السلامة الطرقية وكذلك القيم احترام مدونات السير، وبمشاركة ثلة من المؤسسات على رأسهم سرية الدرك الملكي بسلوان وكذلك فعاليات جمعوية أخرى تعنى بالشأن التربوي. برنامج الاحتفال باليوم الوطني للسلامة الطرقية تضمن مجموعة من الأنشطة الرامية إلى ترسيخ ثقافة السلامة الطرقية بما في ذلك الدروس النظرية والتطبيقية في التربية الطرقية وورشات تربوية وفنية إلى جانب تنظيم حملات تحسيسية للتوعية بأهمية احترام قانون السير. إلى الرياضة الآن وتحديدا كرة المضرب لنتابع جانبا من منافسات بطولتي دبي إناث والدوحة ذكور وتفاصيل مع عبد الحق بهات. في لقاء ممتع باللقطات الفنية في رياضة كرة المضرب وصل اللاعب الشاب تشيكي جاكوب ميسيك وصل تألقه في بطولة الدوحة بقطر الدوري العالمي ذي 250 نقطة والبالغ إجمالي جوائز نقدية قرابة مليون ونصف مليون دولار. وبعد إقصائه للمصنف الخامس عالميا الروسي أندري روبليف جاء الدور على الفرنسي جايل مونفيس وفاز عليه ميسيك بجولتين لجولة واحدة 6-4 1-6 و6 مقابل 3. وسيواجه ميسيك في لقاء النهاية اللاعب الروسي غارين خاشانوف والذي أزح بدوره في دور النصف اللاعب الأسترالي أليكسي بوبلين. والحصة جولتين لصفر 7-6 في الجولة الأولى و6 مقابل 2 في الجولة الثانية والأخيرة. وبشكل مفاجئ خرجت اللاعبة البولونية إيغا سفيونتيك المصنف الأولى عالميا ودعت المنافسة بعد انهزامها أمام روسيا أنا كاليسكايا المصنف الأربعين عالميا وذلك في نصف نهاية بطولة دبي البالغ إجمالي الجوائز النقدية أزيد من 3 ملايين دولار. وفازت كاليسكايا على سفيونتيك بجولة 0-6-4 في كل جولة لتتأهل كاليسكايا القادمة من الأدوار التمهيدية تتأهل للنهاية لتواجه اللاعبة الإيطالية جاسمين باوليني والتي فازت بدورها على الرومانية سورانا سيرستيا والحصة جولتين لصفر 6-2 و7 مقابل 6. فهل تفوز باوليني وتتصدر بلقب هذا الدوري العالمي للألف نقطة أم أن كاليسكايا ستفوز بأول لقب في مشوارها وتكون لها أفضل انطلاقة من جديد في أحسن نهاية؟ وبالرياضة نأتي على ختام نشرة الظهيرة نذكركم مشاهدين بأبرز ما جاء فيها من أنباء. صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد يترأس مساء أمس بالرباط حفل عشاء أقامه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الدورة 48 لجائزة الحسن الثاني للغولف والدورة 27 لكأس صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم. أمام محكمة العدل الدولية المغرب يؤكد التزام جلالة الملك رئيس لجنة القدس لصالح القضية الفلسطينية في قضية طلب رأي استشاري بشأن التبعات القانونية المترتبة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. والمؤتمر الثامن للطب العام بالرباط فعالية تبحث دور الأطباء العامين وأطباء الأسرة في مسار العلاج وتنطلق من دور الطبيب العام باعتباره النواة الأساسية لتوفير الخدمات الطبية. وضمن النشرة سلطنا الضوء على هذه الفعالية التي تجمع أزيد من 850 طبيبا عاما من مختلف جهات المملكة. شكرا على حسن الاهتمام والمتابعة مشاهدينا الكرام وإلى اللقاء غدا بإذن الله.